برضه جوزك وليه حق عليكي برضاي على جثتي انما غصب اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاكي غصب، نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس، وانا محرماك على نفسي. مش مقصر يا مطر، مش مقصر. لا انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخطر اخويا، لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، كلها متلعبكه. يكون الكلب بسبع ارواح. أنا عارفة إنك مش ناسي دار أخوك وإنك بتحبه قد ما أنا بحبه. بتحبيه؟ قوليها يا مطرة. أنا عارف إنك لسه بتحبي الغريب، بشوفها في عينيكي حتى وإحنا غصب عني. بالعكس يا مطرة، حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. وكان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي، معلش دول يا دوب حلاوة روح فشغل مش اكتر. صباح على خير يا مطر. خفي يا ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصلا؟ ان شاء الله ما تخليكي في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى ان شاء الله؟ طب ادي ام القط وادي المرايه، وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنة النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه. يا راجل خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. مش باين لها راحه شوق. ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك. ماشي فضفض ترتاح. نتقاسم، مش هي دي قسمه الحق؟ كل الحكايه ان انا مزاجي مش رايق الليله شويه. بقى ده كلام يتقال برضه؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعت الصعيد؟ يا شوق انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس هيطلع معايا مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده. برضه ما تأخذنيش يا معلم في اللي أنا هقوله، بس الصراحة المصلحة فلتت من تحت باطك.
ونطت في عده افنديري. شو ده زيت في دقيق ملكش انك انت تخش فيه، وبدل ما انت ماسكه شنيور وعماله تنخوري في نفوخي، قومي طري القعده، اعملي حاجه، ازيلك هزتين، هاتي حاجه تشرم اللي بتلطش وتطري الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا انسى ايه، بس احنا في نصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس؟ هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحه عليا، جسمي بيعلم. ما يعلم، مش انا المعلم؟ ها لازم اعلم. قوم يا بيت. قوم. حبيبتي حالة من الملل والزهق وقلة المزاج، ده ملخص الوضع اللي أنا فيه. إيه يا حبيبتي بجد؟ راجعة؟ أخيراً عرفت إن ليكي أب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامة يا حبيبتي، أحسن جالي مكالمة شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. أنا بسأل نفسي أنا مش مبسوط النهاردة ليه؟ عشان اتأخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مال. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. ايه الكلام ده؟ أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد، إحنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك؟ اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك ادي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا ملط وبعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك. استنى يا ملط، غيرت رأيي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي أمونة وانا بتعمل لي مساج. انا صادق. أمونة بعت لها جواب، أمونة ما ردتش عليا، أمونة إيه الأسباب؟ على كيفك على كيفك إن شاء الله ما ربيتي عليا. أمونة أمونة إيه الأسباب؟ أمونة على جواب إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. اهلا 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 معلم خميس، نورت القهوه. ازيك يا شلوف؟ الله يخليك يا ريس. معلم، واحد سال عليك جوه. واحد مين؟ معرفوش يا معلم، سال عليك ودخل قاعد جوه لوحده، هتلاقيه قاعد على اليمين عند الرجاله. استنى ما نشوف الحوار ايه اللي تشوفه معلم. ما تشوفش ورايا. تسلوا تسلوا، اقعد تسلوا تسلوا. ازيك يا فندينا؟ ماشي نور، ماشي اتفضل. مع السلامة يا فندينا. قهوة كوارع. على عيني. حاضر. قهوة مظبوط على مية ساعة. ايه الطلب الغريبة دي يا باشا؟ أبدا،
لقيت مزاجي مش رايق قلت اجي اظبطه انا. اهلا اهلا اهلا. قالوا لي انك سالت عليا. قال ما استغناش عنك ابدا يا فندم. طب ايه؟ نجيب حجر، طاوله، دومينو، سيجارتين. سيجارتين نظبط بيهم دماغنا عشان الحكايه اللي هكلمك فيها. سيجارتين ملفوفين. الشقاوه دي يا باشا مش معقوله طبعا افندينا هيغلب في انه يجيب لنا سيجارتين ملفوفين. يا سربيه انت جاي هنا عند افندينا في منطقته وعزوته وسط ناسه وانت طبعا راكن البوكس بعيد. انت فاكر ان انا جاي لحد هنا عشان البسك قضيه؟ اقعد يا فندينا اقعد يا شاهد يعني ما بتقدرش بحد. يتوب علينا ربنا. والله العظيم جاي عايز اشرب معاك سيجارتين. ما بشيلوش. قول لي ان مفيش. اتصرف. مش كيميا يعني. يا مغاوري خش لي القهوة. هتبع تجيب من المكتب ولا ايه يا باشا؟ لا حلوة. أنواع مفتخرة. مستغربني صح؟ لا خالص. أنا بس يعني آخر حاجة تخيلها الليلة دي إن أشوف جنابك. قوم يا باشا. مغاوري السواق بتاعي. حكومة يعني. عادي. واد غلبان من الغلابة الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزق. تعال مغاوري. تعال قرب. وريني معاك إيه. هو في ايه سعادتك يا باشا؟ انا ما اعرف. هو في ايه يا باشا؟ معيش حاجه يا باشا. معيش حاجه يا باشا سعادتك. باشا ده اللي انا قلت لسعادتك عليه. تمام يا باشا. مغاوري قوم يا باشا. انده على كوارع. خليه يسقيك شايف العربيه. بعد اذن الباشا. بعد اذن الباشا. عشان الدماغ تعلى. ويتوب علينا ربنا. الله يبارك لك يا باشا. غلابة. شايف الحبايه دي يا خميس؟ هي دي اللي انا بحاربها. انا ماليش في السلك الاوجة. انت عارف الكلام ده كويس. على الله تصمد للاخر يا خميس. اشمعنى انا يا باشا اللي جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لان انا كان كل همي اللي جوه جيب مغاوري. وانت كان كل همك تظبط مزاج مغاوري. انا بصيت لجيبه وانت قريب دماغه. عشان كده انا محتاج للي زيك يا خميس يبقى جنبي ويكمل اللي ناقص فيا. حط ايدك في ايدي يا خميس. نحارب بتوع كامل اللي خاربين دماغ شباب البلد دول. نحارب اي حاجه تخرب دماغ شباب مصر. ونقرا الفاتحة كمان على الحرب دي. الحشيش برا الحرب دي يا باشا. ايه؟ ايه؟ نقرا ولا ايه؟